تطور جديد في معارك الحديدة. المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي يكشف في مؤتمر صحفي له عن رصد التحالف لسفينة إيرانية تدعى سافيز مرابطة قرب ميناء الحديدة على بعد 95 ميلا بحريا، تعمل كقاعدة متقدمة لإدارة العمليات الحربية للحوثيين في سواحل البحر الأحمر. المالكي كشف أن السفينة التي تعمل ظاهريا كسفينة تجارية وفعليا كسفينة عسكرية تحتوي وسائل اتصالات متطورة وفضائية، ولديها رادارات حديثة وتراقب حركة الملاحة في البحر الأحمر، ولها صلات بسفن كسرت الآلية المقرة من التحالف والأمم المتحدة للدخول إلى ميناء الحديدة. التحالف أكد أن السفينة لديها زوارق عسكرية وزوارق خشبية صغيرة، كما لها صلات بسفن إيرانية عسكرية، وهو ما يعيد إلى الأذهان عن دور السفينة المحتمل في استهداف البوارج الحربية التابعة للتحالف أو السفن التجارية قبالة سواحل المخا والبحر الأحمر. في الحديدة أيضا أعلن التحالف عن تحديد 3 ممرات إنسانية مع منظمة الأوتشا التابعة للأمم المتحدة لنقل الإغاثة بين صنعاء والحديدة، تتمثل في خط الحديدة ثم الضحي وباجل وصنعاء، وخط الحديدة حجة صنعاء، وخط الحديدة والمحويد، على أن تعمل هذه الخطوط من الساعة 6 صباحا وحتى 6 مساء. ويأتي فتح هذا الخط بعد أن تمكنت القوات الحكومية من قطع إمدادات الميليشيات بين صنعاء والحديدة من مثلث كيلو 16.